هذا المكان العميق والجميل الأستاذ شعبان يوسف والإخوة الأفاضل الأستاذ أماني والدكتور محمد إبراهيم وكل الإخوة فرضا والسادة النقاد والدكتورة والدكتور محمد وكل الإخوة اللي هم جميعا أنا يعني بود الأستاذ جمال كل اللي تجشم عناء المجيد وأنا جاي ثلاث ساعات يعني فكل اللي تجشم عناء المجيد ويعني شرفني بالحضور أنا بشكره وبشكر هذا المكان الجميل الذي لا يجامل ويأخذ الأمور بموضوعية شديدة ويعني كان زمان يعني ما بدأنا من زمان أو كده فلما كان يقول لك ماشي تستنى اوعى تروح اوعى تروح تستنى هتتسلخ يعني هما يجيبوا رسالة دكتوراه يعمدوك يا إما تدخل العالم الأدبي يا إما تخرج ورشة الزيتون لا عندنا محبة شديدة وشعبان يوسف والإخوة الأفاضل جميعا فرضا أشدوا على أيديكم يعني دي أول حاجة أنا بشكركم جميعا دي أول حاجة الحاجة الثانية بالنسبة للناشر أنا بشكر الناشر الأستاذ جمال الأستاذ حسن جمال الراجل كان صادق العهد والوعد أوفى بعهده تماما وجه في الميعاد وأي خطأ في الرواية أنا بتحمله هو ما بيتحملوش والراجل تحملني مرة واثنين وثلاثة في التصحيح وكل عمل إنساني يعتريه النقص يعني ما عمل ابن آدم عمل في يومي إلا ما قال في غد لو كان هذا لكان أحسن لو كان هذا لكان أفضل لو زيد هذا لكان يستحسن فمعلش أنا بعتذر عن أي طلع عدة نعم بالعدة دي شهر إثنين يقول كده لو كان هذا لكان أفضل لو زيد هذا لكان يستحسن يعني دايما كده الواحد طول الوقت في مرحلة بحث اولا في اجابات كتير انا ممكن اجاوبها لكن هو طبعا بتتعدد الروايه مفهومها بعدد القراء انا كتبت وخلاص فهو كل واحد من حضراتكم كتر خيره وقبل بدونه هو الراي وهذا الراي على العين والراس ولكن انا بس هقول شويه حاجات اذا صح او جاز لي سمحتولي ان انا انفصلت عن العمل بتنامي ولاداتي حاجه فهو خلاص عمل فانا ممكن كراجل قارئ يبقى لي رأي فانا اسمحوا لي بس ان انا اوضح بعض اللي لاحظ اولا فيما يتعلق بحلم السنوتي حلم السنوتي سافر ورجع مش هو مؤسس بنك مصر مؤسس بنك مصر طلعت حربي هو جه اشتغل مع الشغل اشتغل مع فبالتالي الفتره الزمنيه اتحل دي الحاجه الاولى الحاجه الثانيه فيما يتعلق بجاليات الرواية وفي بعض الأحداث التاريخية وكان ممكن أكتبها كذا وكذا طبعاً البعض هو لو كله حق يقول الرواية دي قد أكون أصبت ودي أخطأت ما عادي يعني ما ممكن أكون هنا حاولت واجتهدت كل واحد فينا وخاصة السادة اللي بيشغلوا الوظيفة الحكومية يعلم جيداً إن أنت الصبح ممكن يطلع لك ورقة وتدور في فكرة المحاكمة محاكمة تنكرية خليك تلف في الكرة الأرضية وهم في ثلاثة كتبوا عن المحاكمة كافكا وكتبها برؤية فلسفية وحبيب صنع الله إبراهيم وكتبها برؤية أخرى والعبد البقير إلى الله أنا حاولت أحط البرجل أقول يا أخوانا كل واحد فيكم ممكن يقوم الصبح يلاقي نفسه طلع له من الدرج ورقتين اتنين والقانون يلففك حوالين نفسه وفي البعض قال لي وانا طبعا كل اصدقائي اساتذه الجامعه بتاع كلهم قالوا لي كل واحد فينا في حياته محاكمه تنكريه اذا انا يعني قدرت اوصل ان انا اقول ده واطرح طرح ما قد يكون مخطئ وقد يكون مصيب فانا اعتقد ان انا عملت كده كامو بيقول حين يتاخر السياسي يتقدم المصاب فانا في معقل مكان يعتبر من رواد الدواء يعني النضال المدني وهو ماذا حدث بقى اللي ممكن اقول كلمتي يعني حاجه بسيطه باعتباري راجل قريت الروايه يعني احنا عندنا برجل وعندنا واحد بيصنع كوبري في 52 جه السنهوري عمل الكوبري في 2011 عمل واحد تاني اسمه العبد ما ذكر في الروايه ان اسمه العبد اعتقد بعد كده جه واحد تاني وعمل كوبري تاني الانجيل هو الاشاره الساره السادره ما هي البشاره ان ده انجيل مصر كما تخيل ان عندك استقطابين كما تخيل انت في 52 ما اعتقدش ان هم كانوا عايزين اللي عمله السنوري والاستاذ محمد الحافظ بعد لبس البقاء قال لي انت ما قابلني قال لي انت فين ده فكرت ان انت سجنت انت ايه اللي كتبت في لبس البقاء ده عن الناس واللي القانون اللي بيعمل
كوني ان انا في 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 يعني كقانوني اتعرض لهذين العملاقين القانونيين اللي احنا بنتعرض لهم بقفازات من الحرير كل ما هيجي شغل يا دكتور. نعم بيقروا شغل يعني ممكن لو حد بعت لهم يقروا. كل ما هيحصل حاجه هيجيبوا اكبر قانوني في الدوله يعمل لهم الكوبايه الكبيره. في 52 سنوري عمل 2011 العمري عمل ما تسجلش في اللي بعده واحد جه عمل الكوبري مش هقوله وانتوا اكيد تعرفوه. فالكباري موجوده على المدى البعيد يعني كل ما هيحصل هيجي الكوبري. طيب وكل يوم كل يوم واحد بيعمل قنطره صغيره على الترعه. طيب احنا في معقل الدوله المدنيه انا عايز زي ما قال كامو حين يتاخر السياسه تقدم المثقف انا عايز تغير مدني انا عايز نخبه مثقفه انا عايز تيار ثقافي انا عايز فيلسوف. عشان كده كله قال ليه الثوره الفرنسيه نجحت الثوره الامريكيه نجحت ثوراتنا بيحصل لها كده. احنا عايزين هذا التيار اللي يحمي القانون ويعمل قانون مثقف لما تيجي ويعمل الكوبري ما يدهوش لاحد مستقبلين الرئيسيين. ده مش هنعمله الا بطيار مدني. وانا بقول هذا في مكان جليل وكريم واعز وجل واحترم واحترم شخوصه واعضائه ومكان. وهذا المكان لابد من طيار مدني يحمل البنيه الثقافيه. ما عندناش فيلسوف وفلاسفه. لما يجي يحصل بقى الكوبري هيحصل كده. مش هيحصل الكوبري ما هبتقول لكم انه اول ما يحصل حاجه هيجي واحد هيعمل والناس بتوع الكباري دول موجودين دائما. بس اذا كنت اصبت فليا اجران كنت اخطات فليا اجران ليا اضافه والاجابه بعد اذنك.